You idiot! سمسار مخدرات يفر من الشرطة في ماراثون شيكاغو. برايان دوفي البالغ 29 عاماً والذي يدعي بأنه سمسار عقاري على موقع لينكرد إن نسي أن يقول بأنه يعمل في مجال المخدرات أيضاً. المواجهة الأخيرة له مع القانون وقعت أثناء ماراثون شيكاغو، حيث لاحظت الشرطة بأنه يتصرف بغرابة بين المتفرجين، لكنه هرب قبل أن يصلوا إليه، من ثم حاولوا التمويه من خلال اختلاط الحشود المتسابقين، واستطاعت الشرطة حينها إيقافه وعثروا على حبوب مخدرة في علبة التوييد. وجهت لدفي تهم حيازة الممنوعات ومقاومة الاعتقال والتهور، وقد غرم بمبلغ 10,000 دولار بسبب تعريض حياة المتسابقين للخطر. فما رأيكم أنتم؟